الاستضافة أولا، وأنا أعرف أخواتي وإخواني في الفيدرالية عموما وفي قطاع العدل بالأخص أنهم دائما سباقون وشجعان، وأعلم ما يقومون به من خطوات نضالية في الميدان بحكم ممارستي لمهنة المحاماة عن قرب إلى جانب أخواتي وإخواني في النقابة الديمقراطية العادلة. أود أن أشكرهم خصوصا على اختيار موضوع الندوة لأنه كان صائبا جدا، وكان اختيار موضوع الندوة كذلك منسجما مع شعار المؤتمر، لأنه نقول بأنه نريد نجاعة قضائية، ولكن في ظل التحرش المعنوي والنفسي لا نجاعة قضائية ولا بيئة سليمة في مجال العمل ولا في فضاء العمل. في الحقيقة الدكتورة البروفيسورة التي تناولت الكلمة قبل أستاذ مشكورة استغرقت في مداخلتها جزء كبير من مداخلتي، لأنه تكلمت عن التعريف القانوني للتحرش المعنوي والنفسي، وفي التعريف هو مجال الاختصاص هو لأنه ما عندناش قانون، ما عندناش قانون بعدا ديال التحرش الجنسي، حنا مازلنا في السطاد ديال التحرش الجنسي، مازال ما وصلناش للمعنوي والنفسي باقي حنا، ولكن ما متأخرش بزاف كما قالت البروفيسور، لأنه فعلا من خلال تعريف المصطلح ديال التحرش المعنوي والنفسي سنجد أن أول ما تكلم على التحرش النفسي كان في الثمانينات هو اللي ذكرته الأستاذة هانز لايمان السويدي اللي كان هو أستاذ باحث في جامعة ستوكهولم، هو من تكلم وأعطى تعريفا في الثمانينات، ماشي سابقين بزاف الدول المتقدمة حقوقيا، ولكن هذا لا يمنع أننا نحن مطالبون بأنه نستحضر هذه القضية لأنها تمس بالسلامة الجسدية وتمس بالصحة النفسية وتمس بجودة العمل وجودة الخدمة المقدمة من طرف العاملين ولكي يقوموا بخدمة عمومية. فالتعريف كما سبق أن طرحته الأستاذة هو سلوك تأسفي، التحرش المعنوي النفسي يعتبر سلوكا تأسفيا عن طريق أفعال مادية وأخرى لا مادية، يعني ممكن يكون سلوك إيجابي ممكن يكون سلوك سلبي. السلوك الإيجابي مثل ماذا؟ مثل السخرية، أن الرئيس ديالك يسخر من عملك، هذا تحرش معنوي، أن يبخس عملك، هذا سلوك إيجابي زعما مادي في إطار التحرش المعنوي والنفسي.